مساء الخير على حضراتكم أجمعين. بنرحب بجميع السادة الحضور من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين وباحثي الدكتوراه وجميع الحضور الكريم في مؤتمركم الدولي الرابع لجروب آثار وحضارة مصرية، المقدم تكريما لعالمنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور أحمد محمود عيسى. أهلا بحضراتكم أجمعين، أتمنى إنه المؤتمر يكون مؤتمر طيب ويليق بأستاذنا موضوع التكريم. أهلا بحضرتك. حضرتك النهارده السير الجلسة هيكون كالتالي: هنبتدي نقدم دكتور أحمد وإنتاجه في مجال علم المصريات والديانة، ثم سيادته هيلقي الكلمة، وهختم في الجلسة الأولى اللي مدتها 40 دقيقة كلمة بسيطة عن الديانة المصرية. والساعة 9 يتجدد اللقاء في جلسة ثانية مع أحد التلامذة المتميزين من تلامذة الدكتور أحمد، وهو دكتور خالد أنور، الساعة 9 مساء إن شاء الله، دايما بنفس الرابط، نفس الاي دي، نفس الباسكود، هنتواصل طول المؤتمر. أي تساؤلات، أي استفسارات، حضراتكم على جروب التليجرام أو الواتساب أو على صفحة الفيسبوك تقدروا تتواصلوا، أو تبعتوا لي على الخاص أنا أو أستاذة عبير أو أستاذة دنيا المنسقين معانا في المؤتمر. أولاً لمحة سريعة هنقدمها عن المؤتمر قبل تكريم دكتور أحمد. المؤتمر هو بعنوان الديانة المصرية حتى نهاية العصر البيزنطي، وهنا احنا بنتعامل مع الديانة منذ فجر الإنسانية وصولا إلى نهاية العصر البيزنطي، أي حوالي 640-642 ميلاديا، وإن كان تبعيات هذا العصر تؤثر على الواقع اللاحق أثر كبير. كل سبت هيكون معادنا الساعة 8 مساء، وفي حين تجدد الجلسات بيبقى بعد العشر دقائق راحة الإجبارية من الزوم، بناخد 10 دقائق ونبتدي 9 ل 10، ثم نواصل 40 دقيقة، ثم راحة مرة أخرى ونبتدي 10 إلا تلت. ده النظام المتبع. حضراتكم قبل ال10 دقائق ما تنتهي يفضل في كل مؤتمر وفي كل محاضرة ندخل قبلها بوقت كافي حفاظا على وقت الحضور والمحاضر وكلمته. أهم ما يميز هذا المؤتمر إن المعتقدات ما قبل التاريخ وما قبل الأسرات، وما يرتبط بالمياه والشعائر والطقوس والرموز، أيضا مما قدم يرتبط بالسحر وارتباطه بالديانة وتأثيرات الديانة المصرية على وعلاقتها المشتركة مع حضارات العالم القديم، وأيضا بعض الأمور ترتبط بالنصوص والكتب الدينية وارتباط الملوك بالمعبودات، وأخيرا ملامح عن المسيحية كمرحلة وديانة أخيرة في فترة موضوع الدراسة. شارك في المؤتمر العديد من الجامعات والمعاهد المصرية، جامعة القاهرة وعين شمس من القاهرة الكبرى، طنطا من الغربية، جامعة دمنهور، محافظة البحيرة، الفيوم وسوهاج والأقصر والوادي الجديد، وأيضا جامعة مصر علوم وتكنولوجيا في 6 أكتوبر، والمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة في القاهرة. من الجامعات العربية والأوروبية لدينا أساتذة من جامعة الكويت ومن جامعة سيدي بلعباس بالجزائر وجامعة برلين الحرة في ألمانيا وجوتنجن من ألمانيا أيضا. المجلس الأعلى للآثار شارك منه بعض الأشخاص من أكثر من إدارة ومن مكان، بعضهم من الإدارة العامة للآثار ما قبل التاريخ، والبعض من المتحف المصري، والبعض من متحف مصر مطار القاهرة الدولي، وأيضا من تفتيش المواقع الأثرية، وأخيرا اشتراك من أحد باحثي الدكتوراه من وزارة التعليم العالي. المؤتمر كله مقدم تكريما لأستاذنا، لذا الجلسة الافتتاحية النهاردة هي الخاصة بتكريم أستاذنا، وطبعا مش هعلن الجدول بالكامل، الجدول عند حضراتكم على الجروبات. دلوقتي هنخوض في السيرة التكريمية لأستاذنا الجليل أحمد محمود عيسى. أتمنى لحضرتك يا أستاذنا دي عنخ وجا سنب أوت إي بنب. أستاذنا من مواليد القاهرة 25 أبريل 54، ينتمي إلى عائلة من أبيدوس، هو ثاني دفعة كلية الآثار
سنة 76 ماجستير تحت أستاذنا العالم الجليل أستاذ الدكتور عبد العزيز صالح الله يرحمه في موضوع الحج والزيارات الجنائزية والرمزية في المناظر والنصوص المصرية القديمة. حصل على بعثة الدكتوراه بإشراف مشترك من معهد المصريات بجامعة هايدلبرغ في ألمانيا الغربية، وكانت الدكتوراه في سنة 1989 أي بعد قرابة 6 أعوام من الماجستير باللغة الألمانية من إشراف عالمنا الجليل أستاذ دكتور علي رضوان رحمة الله عليه وأستاذ البروفيسور يان أسمن الله يرحمه أيضا. كان موضوعها عن المعبودات، المعبود سد وبوت. أستاذنا دكتور أحمد عيسى تدرج في الوظائف الأكاديمية المختلفة من معيد سنة 76 في آثار القاهرة إلى أستاذ في 2002 وشغل رئاسة القسم في 2014. درس بتلك الكلية الأم وأيضا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والعديد من الجامعات المصرية الأخرى، طنطا، الفيوم، بني سويف، أسيوط في مصر. كل هذا وليس فقط داخل نطاق مصر، ولكن أيضا في سلطنة عمان في كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، وفي السعودية المملكة العربية السعودية بجامعة الملك سعود. ألقى العديد من المحاضرات بدعوات من هيئات ووزارات كوزارة الدفاع ومشيخة الأزهر، اتحاد الكتاب، مكتبة اسكندرية، وزارة الثقافة، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جامعة طنطا، جامعة الزقازيق، جامعة الأقصر، وشارك في موسوعات وزارة الثقافة ووزارة الدفاع وهيئة التبادل الثقافي الألمانية. له 5 كتب باللغة العربية و18 بحثا منشورا باللغة الألمانية في دوريات دولية، و17 بحثا باللغة العربية في دوريات مصرية وسعودية. سيادته شارك في العديد من الحفائر العلمية الميدانية لبعثات كلية الآثار بجامعة القاهرة لفترة زادت عن 20 عاما منذ 1976 وحتى 1995، ووصل لي معلومات أيضا أنه شارك مع جامعة طنطا في بعض الأمور الخاصة بالتنظيم والحفائر. لجان ترقيات العديد من الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص الآثار والتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم، وأيضا تقييم عشرات البحوث العلمية المقدمة للنشر في الدوريات المصرية والعربية. اشترك سيادته في عضوية لجان ومجالس مختلفة. فيما يخص لجان وزارة السياحة والآثار، كان حصل على عضوية اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وعضوية مجلس إدارة المتحف المصري بالتحرير، ورئاسة وعضوية عدد من لجان فحص أصلية الآثار ومعاينة المواقع الأثرية. كما أيضا هو عضو أول مجلس إدارة الاتحاد الأثريين العرب عند تأسيسه، ومقرر لجنة كتابة كتالوج المتحف الحربي القومي بالجامعة بالقلم. إذا أتينا للأطروحات العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه سواء الممنوحة أو المسجلة، سواء الذي أشرف عليها سيادته أو التي ناقشها، فهو أشرف وناقش 32 رسالة علمية في العديد من الجامعات المصرية والسعودية. يمكن تقسيمها على 4 مجموعات أو عدة مجموعات. المجموعة الأولى هي مرتبطة في صميم الديانة بمفهوم موت المعبودات تحت عنوان ظاهرة موت بعض الأرباب ومجموعتها ورمزياتها في الفكر المصري القديم. أيضا المفهوم النظري للمقبرة الأوزيرية تطبيقا على الواقع المعماري في المقابر المصرية القديمة. الألقاب والصفات الدينية والمعنوية والجسدية للملك في متون الأهرام، المقومات الجغرافية للأرض والبيئة المصرية طبقا لمعطيات متون الأهرام، والتصورات عن المعبودات في المصادر الأدبية المصرية حتى نهاية عصر الانتقال الأول، وروابط المقاربة والتداخل بين المعبودات المصرية من حيث صيغ الأقانيم، التعدد الشكلي والاندماج. أيضا أطروحة من الأطروحات كانت عن المعبودات المبتدعة تحت عنوان المعبودات المستحدثة في مصر القديمة وحتى نهاية عصور الدولة الحديثة، والسنوريات في الحضارة المصرية القديمة، وتطور سمات كتب العالم الآخر لدكتور خالد أنور اللي إن شاء الله هيكون معانا في الجلسة الثانية الساعة 9 مساء، المناظر المصورة أسفر رأس المومياء في توابيت الأسرة 21 أيضا لأحد تلامذة دكتور أحمد، وهتكون معانا في مؤتمر أستاذة أسماء من المتحف المصري. لدينا معبودات هيليوبلس الواردة على الآثار المنقولة خارجها والخارجة منها وحتى نهاية عصر الدولة الحديثة، المشاهد الأسطورية المصورة على الآثار حتى الأسرة 30، والمعبودات النوبية في المصادر المصرية القديمة لزميلي أسامة عبد العال الله يرحمه، الحيوان المقدس أماكن عاشته ودوره في الطقوس والأعياد المصرية القديمة،
القرد المقدس في مصر دراسة دينية أثرية حتى نهاية الدولة الحديثة. في الجوانب ذات الرمزية والبعد الفكري العميق، المصطلحات المعبرة عن الزمن في مصر القديمة وحتى نهاية الدولة الحديثة، ورمزية الألوان ودلالتها في العمارة والفنون. إذا أخذنا المواقع ونشر المجموعات والآثار، لدينا جبانة الطريق الصاعد للملك خافر عبد الجيزة، دراسة أثرية معمارية درجة الدكتوراه، وجبانة تل اليهودية من عصر الانتقال الثاني إلى العصر اليوناني والروماني، دراسة أثرية تحليلية، ونشر مجموعة تماثيل تراكوتا اكتشفت في تل بسطة، دراسة أثرية وفنية. في المواضيع ذات الصبغة الأثرية كعناصر، النحاس في مصر القديمة حتى نهاية العصر العتيق، قوالب الصب، ناموس التمثال حتى نهاية الدولة الحديثة، العين في التماثيل الملكية من الأسرة الأولى حتى نهاية الدولة الحديثة، حوامل أواني القربان حتى نهاية الدولة الحديثة، تماثيل الأفراد الحجرية من ذو العصر البيزنطي أو منذ فتح الإسكندر الأكبر وحتى نهاية عهد كليوباترا السابعة. كما هو واضح لسيادتكم، تنوع المجالات التي عمل فيها أو أشرف عليها أستاذنا الجليل، وهذا لا يفي حقه على الإطلاق، لكن هذا جزء من فيض. ودلوقتي الكلمة لأستاذنا، اتفضل معالي الأستاذ الدكتور أحمد عيسى، المايك عند حضرتك يا دكتور، ما اتفتحش لسه المايك. اتفضل يا دكتور. ما زال الصوت غير مسموع. دكتور أحمد، حضرتك معانا؟ دكتور أحمد، يبدو ان في عطل فني، وان شاء الله نتواصل مع دكتور احمد فور عودته مره اخرى. لا الصوت مش شغال يا دكتور، حضرتك مش معاك اكتف المايك. لو حضرتك سامعني ممكن في البار التحتاني بتاع المايك محتاج تعمل له اكتيف للساوند. هو موجود بس مش اكتيف. الى ان يتمكن استاذنا من معالجه الامر التقني، نستأذن حضراتكم أجمعين تسجلوا أسماءكم ثلاثية باللقب مع المسمى الوظيفي أو الأكاديمي، سواء على الفورم اللي عملته أستاذة عبير، وطبعا بنقدم لها كل الشكر، أو هنا على الشات الخاص بالزوم. يا دكتور أحمد، الصوت يا دكتور. هاي أستاذ، ده حضرتك سامعني؟
سامعني بس في مشكلة في المايك. طب ممكن حضرتك تحاول الدخول من الموبايل بدل من اللابتوب؟ لأنه كده مش واصلني الصوت خالص. ممكن حضرتك تدخل بالأكاونت اللي على الموبايل. إيه إلى أن يعود لينا دكتور أحمد إن شاء الله من خلال الموبايل، نقدر نقول إنه الدين أو الديانة لو عدنا إلى معاجم اللغة العربية هنجد إنه الدين والديانة بمعنى مجموعة المعتقدات التي تجمع مجموعة من الناس، وبالتالي تطلق عليها مذهب وملة أيضا. طب جذر الكلمة من كلمة دين، أي يدين بشيء أي يلتزم به، سواء كان هذا الالتزام معنويا أو ماديا، وبالتالي فالديانة هي التزام من الإنسان بمجموعة من الأفكار والمعتقدات نحو الكائن الأعظم الذي ينتمي إليه أو يدين به. لو حبينا نحن نشوف الخلفية الدينية في مصر القديمة أو عامة عند الإنسان البدائي والأول، هو شعر باحتياجه وبضعفه فأراد كائنا أعلى منه مطلقا يمكنه من استكمال حياته والاطمئنان إليها. لمح العديد من الظواهر في على أرض مصر، الفيضان، الشمس، القمر، اليوم من نور وظلام إلى آخره، فأعتقد في ظواهر استمرارية الكون وأن كل شيء من حياة إلى موت إلى حياة مرة أخرى، فطور معتقداته وصولا إلى معتقدات فترة ما قبيل التاريخ وما قبل الأسرات والأسرات المبكرة. وفي هذه الفترة ابتدت تظهر لنا رموز حيوانية وطيور ومن البيئة المائية ومن السماء أيضا ومن المزروعات ومن الأشجار ومن البشر. تطورت الأمور وصولا إن أخذت هيئات تم تقديس هذه الهيئات في مواضع بعينها، تطورت مع عصر الأسرات إلى أن أصبحت المعبودات المعتادة. هل المصري يؤمن بوحدانية أم تعددية؟ اختلفت الآراء من الوحدانية إلى التعددية ومن التعددية إلى الوحدانية، أو أن الأمر هو معبود واحد لكن بمسميات مختلفة. أقرب فكرة لهذا الأمر إذا ترجمنا أسماء المعبودات المصرية نجد أن كل منها له دلالة ومعنى جسدها المصري في أقرب شكل من هذه الصفة، وبالتالي نقترب من أسماء الله الحسنى في الإسلام، فالله واحد جل جلاله لكن لديه العديد من الأسماء في الإسلام، وهكذا أيضا في الديانة المسيحية. هذا نوع من المقاربة مع الديانة المصرية القديمة. حاولت أن أنا أستغل الوقت إلى أن يأتي أستاذنا دكتور أحمد ليلقي كلمته. تطور الأمر ومع فترة ما بعد عصر الانتقال الثالث، وتحديدا في فترة الغزو الفارسي الأول لمصر، تواجد يهود على أرض مصر، وبالتالي دخلنا في ديانة جديدة وهي وجود عناصر من الديانة اليهودية على أرض مصر. ومع مطلع القرن الأول الميلادي انتعشت تلك المجموعات اليهودية وتأثر بعضها بالفكر المسيحي في مطلع المسيحية، وتحول قسم من مصر أيضا إلى المسيحية. كان مختفيا في المجموعات اليهودية الأولى ثم انتشر بين المصريين. وجدنا أن الإمبراطورية الرومانية التي يسيطر عليها الفلسفة أخذت في بعض الفترات ولأسباب مختلفة غالبيتها ليست دينية في اضطهاد المسيحيين، ثم تحولت الإمبراطورية إلى المسيحية، و مرت المسيحية بفترة سلام وسيطرة مؤقتة على البلدان وصولا إلى أن تم اصدار قرارات بهدم المعابد المصرية وتكسير التماثيل والأسوار وحرق الكتب إلى ما ذلك في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول. تحولت مرة أخرى المسيحية إلى اضطهاد جديد، خلاف ما بين كرسي الإسكندرية وكرسي القسطنطينية.
هذه هي قصة الديانة على أرض مصر منذ الإنسان البدائي وحتى فترة العصر البيزنطي قبل سيطرة العرب على أرض مصر. أتمنى أكون في هذه العجالة قدمت لجميع التخصصات، وخاصة أن هيكون لدينا مقاربات مع الشرق الأدنى القديم مع العديد من الأساتذة، ومن ضمنهم دلوقتي مشرفنا معالي الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل إن شاء الله في يوم محاضرته هيكون عن المعبودات السورية. يبدو أن دكتور أحمد يجد صعوبة في الدخول لأنه حتى الآن غير ظاهر لي على الشاشة. هستأذن حضراتكم أرجع أتواصل بيه مرة أخرى. بنقدم جزيل شكرنا وعرفنا باسم الجروب وباسم حضراتكم أجمعين لأستاذنا الجليل أحمد محمود عيسى عن مجمل أعمال ومجهوداته في علم المصريات وبخاصة في الديانة المصرية القديمة. معانا دلوقتي دكتور أحمد، اتفضل يا دكتور أحمد. كده الصوت واطي. هل الصوت عند حضراتكم مسموع؟ متشكرين من زملائي وأهلي. كنت سامع برضه التكريم ده ليه وقع مهم قوي في نفسي، يعني على اساس ان انا مش من اللي بيتكلموا بالتكريم كتير ولا اللي بيتكلموا بالتكريم، عشان كده انا بعتبر علم التكريم يعني اعلى بكتير من اي تكريم رسمي، لانه من زملائي ومن ابنائي. الحقيقه انا دكتور كان الصوت هذا مش حلو. التكريم شخص ضعيف، فانا بوجهه الأستاذ اللي أنا اتعلمت منه الديانة، أستاذي المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الحميد صالح، وإذا كان أنا بتعتبروني يعني من المتخصصين في الديانة، طبعا أنا لو اعتبرت طبعا الأساتذة كلهم كانوا له باع كبير في علم التخصصات، يعني أستاذنا الدكتور علي رضوان كان له باع في الديانة، لكن هو كان أكثر في الفن، وأستاذنا الدكتور سعيد توفيق كان له باع في الديانة بس هو أكثر في العمارة. أنا أعتبر إن الأول في الديانة هو أستاذ الدكتور عبد الحليم صالح، بعديه أستاذتي وأختي الدكتورة صحبة الموسى، ويمكن أنا في التسلسل أكون الثالث بعدهم. دلوقتي في كلية الآثار جامعة القاهرة 4 بروفيسور في الديانة المصرية القديمة، الدكتورة سلوى كامل والدكتورة ماجدة جاز الدكتورة منى نويل والدكتورة هيام رواش، وأنا واجه الدكتورة منى أبو المعاطي في زميل الدكتور أحمد سعيد، بس هو اتجه بعد ما بدأ أو اتجه مقر التاريخ والشغل القديم في الدكتور أحمد مكاوي، بس اتجه بعد كده للآثار والتاريخ أكثر. لكن إحنا بنتكلم عن الناس اللي هم يعني كله أوفياء للديانة فقط يعني. طبعا الاستاذ الدكتور عبد الحميد صالح هو عبقريه مصريه لن تتكرر في اي جيل من الاجيال، وهو في الحقيقه انا لما اشتغلت مع الماجستير كنت يعني من منطلق جانبي شويه لما اخترت موضوع الحج، وعلى فكره انا اللي اخترته، وبرضه يمكن المكان اللي حضرتك عرفتها ان انا اسئلت عليها، انا كنت تعبت لمشاركه زملاء كثيرين سواء من اساتذتي انا كمشرف مشارك او من زملائي وهم مشرفين مشاركين، يعني انا يمكن في الرسائل دي 10 بس يمكن ان انا اشرفت عليها بمقراري، لكن الباقي تشرفت بمشاركتي لاساتذتي او بمشاركه زملائي معي بالنسبه للاشراف. بالتالي انا بشوف ان هي مدرسه لها استاذ الدكتور عبد الحميد صلاح، كانت قبل كده بسنتين الدكتوره هي مبادره راحت الدوله القديمه، عمل الجنسيه الجنوبيه احمد عبد الحميد يوسف،
سمعتني برضه زميلتي الدكتورة زكية زكي لما عملت عن كورة نجوم الأعراب، ده كان اللغة على ديانة، فهي برضه تعتبر رائدة. بعد كده بدأت أنا وزملائي بعد كده. النهارده أتذكر أنا إن في 4 بروفيسور، يعني كل بروفيسور في الديانة المصرية وقديمة القسم الدكتورة المصرية، منى في المعهد بتحصلهم، وفي أساتذة الديانة ضمن تخصصاتهم وضمن اهتماماتهم إلى جانب اهتمامات أخرى. فهي في الحقيقة مدرسة متكاملة، والتقدير لهذه المدرسة ككل من الدكتوراه بتحصل مثل نفس مدرسة الطبيب، يعني كان ليه اهتمام، لكن يمكن أنا الفهم الأساسي بتاعي إن أنا رحت طبعا ألمانيا ودرست مع البروفيسور أكمل. البروفيسور أكمل من أهم علماء الديانة، وقعدت انا 3 سنين انا وهو كل يوم في الثاني. طبعا مشكلة كنت اصلا انا ما جيت يعني واحد على 10 منه، بس ال 3 سنين كل يوم في الثاني. يقول المصريين القدماء في مصر القديمه في كذا، قدم دليلك ايه يا استاذنا؟ يقول لي هنقارن باليونان، هنقارن بالمسيحيه، هنقارن باليهوديه، هنقارن ونسال بيها، هنقارن. عايز تقول في مصر القديمه هو اللي نفسي موجود. وقعد ان انا هو في 3 سنين متنائم، لكن انا بشهد له طبعا بان هو حط ايدي على المصطلحات بتاع الديانه. لان احنا عندنا علم الاطفال المقارن في التخصصين فيه اللي هم ما قبل التاريخ والمعتقدات. انا ما بحبش كلمه الديانه، لان حتى انا وانا بدرس لطلاب الدراسات العليا كنت بقول لهم ان القدماء ما عندهمش ديانه بالمعنى المطلوب. وازاي التفاصيل اصلا برضه اكثر من كتاب الشام ما بيكونش ديانه بالمعنى المفهوم، لان بيقول اللغه اللي هو القانون، والقانون هو الثبات، والديانه او المعتقدات عند المثال القدماء لم تكن ثابته وانما متغيره بحسب العصر، بيدخل حاجه وتخرج حاجه. عشان كده يمكن انا لا افضل كلمه المعتقدات المصريه القديمه وليس الديانه المصريه القديمه. انا بعتمد على الوثيقه، ويمكن انا بقول ان انا بعمل كتاب الديانه بقاله 30 سنه، وكان من 30 سنه جاهز من النص. لكن استاذنا الدكتور عبد العزيز صالح قال لي كلمه واحده تريث، ويرغم من الكلمه دي تحرمني من ان انا ما تريث يعني 30 سنه. انا في المقدمه بتاع الكتاب ده بقول ان انا درست عن 3 من اهم الاساتذه، علم الأطفال النظرية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الـ21، عبد الوليد صالح وعلي رضوان وأحمد. لكن بقول بعد اليوم أنا معلمي الوحيد هو المصري القديم وحده، يعني هم نوروني بصفة بس أنا معلمي بعتبر إن هو المصري القديم وحده، والمصادر بتاعته هي أساسيات اللي أنا بشتغل عليها. ويمكن عشان أنا مصري وفهمها بطريقة مختلفة شوية عن الخواجات، ويمكن من هنا كان الانحناء بتاعي مع البروفيسور أصلا. كان في آراء كتير للبروفيسور هند وهو بيعتنقها، ولما أجي أتكلم على حاجة للدكتور عبد الحليم صالح والدكتور عبد الحليم صالح واخد عن كورس ليه، يقول لي لا الرأي ده مين هند قال كذا، ولكن مرة حتى لا قلت له هند مش رمزية، وبعدين هند مش بتخيلها، هند بتاعت ليه؟ ما تقوليش هند بيقول كذا في الديانة، هند مش بيعمل ديانة، هند بيعمل ديانة. لكن ريتا وفاتن وفيت وعبد الله صالح هم اللي بحب الديانه، انا لا اعتقد ان انت بحب الديانه. فبالتالي ان انا بؤمن بالتخصص الشريف، اتعلمت طبعا من المدرسه الاحتماليه الترمينولوجي بتاع الديانه، لان زي ما انا قلت ان ما قبل التاريخ والديانه او المعتقدات عايزين متخصصين على مستوى رفيع، مش عايزين ناس بتاع الديكتولوجي عام. المصطلحات بتاع الديانه مش اي حد بتاع الديكتولوجي عرفها او البروق منها، وبرضه ما قبل التاريخ نفس الكلام. فبالتالي هم اشد تخصصا من باقي يعني التخصصات بتاع الاطفال المصريه. طبعا هي امتدادات ومدارس، لان احنا بنتكلم عن ديمقراطيه نفسها، من جمله مثلا مصطفى الامير عبد الحليم نور الدين، أستاذنا فاضل، يعني هي مدارس مدرسة مصرية. فأنا يسمعني إن أنا عضو في المدرسة المصرية بتاع الديانة، كما بعض منها تربيتي
بتكرر بان انا بحث عليهم ولحق بي وانضم الي بعض من زملائي، ثم انضم الينا بعض من الجيل الثاني من الزملاء اللي هم على مستوى رفيع. شكرا يا استاذنا، لانه النت هيقطع علينا دلوقتي حالا الجلسه، فحضرتك استاذنا وقمه في التواضع، عشان كده احنا بنقدم المؤتمر ده على شرف حضرتك وتكريما ليك يا دكتور. شكرا. شكرا. تسعة هنعود إن شاء الله مع حضرتك، وتسعة هنعود بنفس الرابط ونفس الاي نفس الباسكود ومع دكتور